السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فوزي الأرجح رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم في تصريحات مسيئة للأهلي والزمالك معا، يقول الأرجح بأن زمن الفساد قد انتهى، أن الظلم كانت سائدا في قارة أفريقيا لمصلحة بلدان معينة بالإشارة إلى مصر. فوزي الأرجح اسم على مسمى. فوزي الأرجح يستغل نفوذه وسلطته في الاتحاد الأفريقي كاف لمصلحة بلده. أما هاني أبو الريدة لا حول له ولا قوة، أمر يدعو للدهشة والغرابة. اللعب نهائي دوري الأبطال في كازابلانكا في الدار البيضاء في المغرب، فأن زمن الفساد قد انتهى. اللعبة في القاهرة أو في أرض محايدة، فأن الفساد ما زال قائما. على مسؤوليتي الشخصية أن الوضع التشريحي لرأس الأرجح لا يوجد به مكان للمخ على الإطلاق، فأنه يتواجد في منطقة أخرى. وأخيرا، ليس كل ما يقال يستحق منا الرد والتفكير، لذلك قم بالاعتياد على التجاهل،